السلام عليكم. يا رب يكون الجميع بخير. الحمد لله ما زلنا حتى الآن الحمد لله بفضل ربنا بخير وكويسين. بنطمن عليكم ولايف صغير كده نقول لكم آخر الأمور ومواعيد المكتب والشحن والقصص دي. في آخر لايف احنا كنا قلنا شوية حاجات والنظام بتاع المكتب اليومين دول، ولكن بعد المستجدات الأخرانية عشان في ناس كتيرة بتسأل، فحابين ان احنا نوضح اليومين دول احنا بنعمل ايه. اليومين دول نمرة واحد كده احنا مواعيدنا من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 6:15 المغرب بنقفل الباب. يعني ما ينفعش حد يجي 5:30، ما ينفعش حد يجي 6:15، لان الساعة 6:15 علشان نلحق نروح يعني. تمام. الحاجة التانية موضوع الشحن. موضوع الشحن الشركة الوحيدة اللي شغالة دلوقتي هي شركة البراق، فمش بتروح شرم، مش بتروح الغردقة، يعني مش كل المحافظات البراق بتروحها، ولينا فلوس كتيرة في ايرجنت وفي ربيدو لما قفلوا ما عرفناش ناخدهم، والله اعلم هناخدهم امتى، فبنعتذر. الشحن هيكون بالدفع مقدم، يعني تشوف الطريقة اللي تعجبك، ما كانت فوري او فودافون كاش او سي اي بي او اي حاجة انت عايز تحول عليها، وبعد كده في نفس اليوم بنشحن لك على شركة البراق، هي الوحيدة اللي شغالة دلوقتي. يبقى المواعيد من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 5:30 او 6:15. الشحن على شركة البراق بالدفع مقدم. التواجد جوه المكتب ياريت، مشكورين انتوا تنورونا فوق دماغنا، بس برضو لسه ما زال في ناس مش فاهمة الوضع اللي احنا فيه، فبيجوا بيطولوا جدا في القعدة في المكتب، فياريت مشكورين تبقى جاي محدد طلبك كده باقصى سرعة عشان ما نضرش حد يعني. دي حاجة. الحاجة التانية العروض اللي نزلت في الفيديو من حوالي 4 أيام واتجددت بقى في صور، علشان الناس اللي كانت عايزة صور فنزلناها في صور. العروض دي سارية لحد يوم الجمعة اللي جاية. طبعا انت في المتواجدين جوه المكتب، معلش يا فندم تستنانا بس 5 دقايق نخف بس حد من اللي موجود جوه المكتب. زي ما انتوا شايفين احنا بنحافظ على نفسنا وبنحافظ عليكم، فطالما موجود اكتر من 5 تنفار جوه المكتب بنوقف دخول لحد ما حد يخرج من المتواجدين، فبنعتذر يعني. دي حاجة برضو ملاحظة مهمة حابين ان احنا نقولها، ان طالما في اكتر من 5 جوه المكتب ما بندخلش حد تاني. فكنا بنقول ان العروض اللي نزلت النهاردة الصبح على الصفحة دي، العروض دي سارية لحد يوم الجمعة اللي جاية بأمر الله، كنا من أهل الدنيا. وبعد كده هنرجع للنظام بتاعنا تاني اللي هو سعر الجملة وسعر النص جملة. تمام. ففي حد بيقول لي مثلا العرض ده لا كتير، لا قليل، لا مش مناسب، لا اصلا انا مش عايز بوكسر، لا اصلا انا عايز مش عارف ايه، خلاص يبقى كده العرض غير مناسب ليك. جميل كده. فنخلينا في الطبيعي بتاعنا يعني، في الاصناف او طريقة الشغل العادية بتاعتنا. ومنجدد احنا فاتحين نظرا للظروف اللي احنا فيها، ويعني مش عايزين نقول مساهمة، هو كله اكل عيش وشغل، بس احنا فاتحين البيع الطاعي بسعر الجملة، بس في التنقية حد اقصى قطعتين تنقية الوان ومقاسات كاستخدام شخصي، يبقى قطعتين. وبرضو مشكورين يكون اللي جاي محدد هو عايز ايه. تمام. علشان ما ينفعش التواجد جوه المكتب اكتر من 10 ده. في حد موجود هنا من طرف الاخت عمار منتقبة حضرتك، هي بتوصى عليكي اهي دلوقتي، هي شاوري لها بقى كده عشان هي معانا لايف، هي موجودة عندنا ومشرفانا ومنورة الدنيا فوق دماغنا، ما تقلقيش، انت عارفة اللي بيجي عندنا بيتشال فوق الدماغ. ربنا يخليكي اخت نور الشمس، فما تقلقيش عليها اخت عمار، وهنعمل معاها برضو كومبليمون كده واجب علشان خاطر هي جاية من طرف حضرتك، فلازم تتشال فوق الدماغ. مش عايز اطول عليكم في اللايف، احنا كده قلنا الكلمتين اللي احنا عايزين نقولهم، اللي هو الشحن، اللي هو المواعيد،
اللي هو نظام العروض تنتهي امتى. ما حدش بقى يجي بعد العروض يقول لي اصل دي ما كانت بتتباع بكذا. هو عرض خلص يوم الجمعه، اخر يوم للشغل يوم الجمعه اللي جايه، بعد كده هنرجع للاسعار الطبيعيه العاديه بتاعتنا. فما حد عايز يستفيد بالعرض عندك 4-5 ايام يستفيد بالعرض زي ما انت عايز. مش العرض غير ما لحقتوش يبقى خلاص هنرجع للاسعار العاديه بتاعتنا. تمام كده احنا قلنا الشحن، كده احنا قلنا المواعيد، كده احنا قلنا السداد. يبقى المواعيد من الساعة 10 لحد الساعة 5:30. السداد هيبقى بالدفع مقدم لو في حالة شحن. التواجد جوه المكتب ما يزيدش عن 10 دقايق ربع ساعة بالكتير جدا عشان ندي فرصة لحد غيرك يستفيد، وعلشان اللهم لا ضرر ولا ضرار ما حدش ينضر. الشحن على شركة البراق حاليا، هي الشركة الوحيدة اللي شغالة. العروض سارية لحد يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله. بس يعني ده كده اللي احنا عايزين نقول. اللي حابب يكمل اللايف بقى يكمل، احنا هنسرد شوية اصناف، لكن المهم في اللايف احنا خلاص قلنا هنسرد شوية اصناف كده للناس اللي اول مرة تشوفنا. البولوشيرت ده من 2-8 ب53. اللي تحتي ده بولو شيرت برضو من 2-8 تطريزات اقل. قلت لها والله هي عرفت حضرتك، هي لحد الساعة 5:30 او 6:15 ام عمار. تمام الاخ محمود سعد لو انا بنطقها صح، يعني عايزين بضاعة جديدة. بص يا فندم، يعني بضاعة جديدة اولا احنا بفضل الله ربنا يزيدنا ويزيدكم ويوسع على عباده كلهم. احنا عندنا فوق 450 صنف، جميل كده. 450 صنف اخرهم لسه نازل ما كملش 10 ايام، جميل كده. ولا في بيع ولا في شراء. فهل ال 500 صنف اللي عندنا دول مثلا غير موفيين احتياجات حضرتك؟ لان السؤال ده حد برضه امبارح بيقوله لي، بيقول لي البضاعه الجديده هتنزل امتى. فتنزل امتى ايه يا فندم؟ يعني هو في شغل او لا في شغل ولا في حاجه. وبعد كده عندنا حوالي 500 صنف، فما فيش حاجه عندنا ناقصه عشان ننزل بضاعه جديده. هي المفروض عندنا فرشه مخصصه لرمضان اللي هي المستورد والاولادي والبناتي وحاجات معينه لرمضان، جميل كده. مش هنزلها في ظل الايام دي، يعني اما نشوف احنا داخلين على ايه. تمام فعندنا 500 صنف بيلبوا كل الاحتياجات. تمام واخر فرشه اللي هي الفرشه الثالثه للصيفي كانت نازله من حوالي 15 يوم. فجديد ايه يا فندم اللي هننزله دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي؟ وعموما تابعنا يا فندم، نتمنى طبعا يكون لنا شرف ان تكون عندنا حاجه مناسبه لحضرتك. مفيش حاجه مناسبه عندنا، نشوف بقى فرشه رمضان. باشا هو عشان انا اسف معطل حضرتك، هو انت عارف انت عايز ايه؟ يعني جاي محدد انت عايز ايه؟ طب اتفضل عشان انا والله ببقى متضرر. ان لا لا تعال تعال تعال، طالما انت محدد بعد اذنك بس كده. بعد اذنك ايدك ووشك بقى كده، ايدك ووشك. اتفضل اتفضل اتفضل. اوام بقى بعد اذن حضرتك. تمام فطبعا الراجل واقف بره طبعا، فحاجه مزعلاني يعني، بس هنعمل ايه. تمام نقول تاني بقى بسم الله الرحمن الرحيم. انا رديت على الاخ محمود اللي بيقول لي البضاعه الجديده. تمام نيجي هنا، ده ب 28 جنيه. القميص ده اللي هو كلاريون اوريجينال ده ب 75. الجنس بتاعه ده ب 80. الجنس ده مطبوع صدر وظهر. تمام وده تشكيل الكلاريون كله. تمام قلنا ده ب 28، قلنا ده ب 40 بولوشيرت. التيشيرت البابلز ده من 2-7 ب 25. ده كده تيشيرت بواقي تصدير ب 25. ده تيشيرت من 10-16 محير ب 30. ده بولوشيرت من 10-16 محير بسم الله الرحمن الرحيم ب 55. التيشيرت ده تطريز ماركات محير ب 40. تمام التيشيرت الكيكي ده ب 35. ده التيشيرت البليس الابيض ابو 17.5، وفي حاجه ثانيه ب 20 ابو 20، هو برده ابيض ولكن مطبوع كل 12 في كيس. تمام
في عندي حاجة تانية ب22 اللي هو ألوان، بس الألوان النص أبيض والنص ألوان ده برضو بيكون المقاسات فيه لحد 12 و14 بس. ده الريق تيشيرت الريق أبو 25، ده تيشيرت أبو 28، ده كده بولو شيرت فيلا أبو 68 دبل بيكا يعني الفتلة دوبل، ده كده ب25. ده التصدير اللي عندي، ده القطن الليكرا التصدير، تمام. ده كده اللي هي الشنطة اللي فيها ثلاث بديهات، التلاتة جوه الشنطة ب40، تمام. التانك توب البناتي ده شيفال اوريجينال، ده محترم جدا 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 ب20 جنيه، بنتي واخدة منه كل الوان والله محترم جدا. البادي ده معلش انا مفيش معايا حد يفرد لي الحاجة وانا بصور، عموما ده كده ب45 البادي ده، تمام. دي اللطقم دي ب45، الطقم البابجي ده ب50، الطقم الفيلة ده ب80 الكبير، ده مطرز، الصغير بتاعه ب62، البيجاما الميمي دي ب55، الشيرت ده ابو 28، الطقم ده ابو 50 والكت بتاعه برضه ب50. البيجامات بقى اللي شغالين عليها دي اللي في ايد علاء شغال فيها دي بيجاما قطة ب45، اي بجامع حريمي تانية دلوقتي شغالة ب65 ما عدا الصورة اللي هي في شنطة حمراء ب85، لان هي ب90 وانا غلطت في اخر فيديو قلت 85 وكل الناس مسكت في كلمة 85، فالتزاما مننا باللي بيطلع من بقنا يبقى 85. التيشيرت القط التومي ده مقاسات قطن 100%، ده ب28 بس عليه عرض كويس، راجعوا العرض. القميص ده اللي عليه عرض برضو ال30 ب1000 جنيه، قميص سواريه بتاع مصنع محترم جدا اسمه مارينا، تمام. ده بسم الله الرحمن الرحيم ال30 قطعة ب1000 جنيه، تمام. التيشيرت ده مظلوم، احنا نسيناه كتير قوي في كل عروضنا، بس تيشيرت محترم جدا، ده تيشيرت خروج بادي خروج مشغال رجالي وشغال حريمي، حوالي 10 الوان ب35 جنيه. البيجامه الرجالي دي ب85، البيجامه التصدير دي ب68، 65 بيجامة التصدير دي ب65. طبعا لو جملة في كلام تاني، دي بقى البيجامة اللي احنا بنقول عليها اتقال غلط في الفيديو ب90 وب85 وهي اصلا ب90 و95، فاوكي ماشي هنمشيها 85. دي تطريزات مش طباعة، تمام. البيجامة دي بقى كل موحدين سعره 65 65 65 65 45. القميص ده تيمبرلاند تصنيع لورانزو ب75، الكاجوال التيشيرت الاسترايبر ده بتصنيع بانيك، تمام. ده طبعا اللي ما يعرفش بانيك ده توكيل تركي بس فتح في مصنع هنا في مصر، ده ب45. تيشيرتات الكاجوال بقى دي 45، ده كده اكسبندد ب42، ده كده البنجالين ده ب60، والتريكو القطن الصيفي ده ب65، ده كده في شداد من الجنب كده بيلم التيشيرت، تمام. القط ده ب42 شبابي، الكاجوال ده ب45 بكل الوانه وموديلاته، ده كده ب48 الكلام ده. البولو ده ب75 الليكرا، تمام. البولو شيرت التصدير ده الاولاني، ده البولو شيرت التصدير ده ب40، اللي ورا ده كده ب60 جنيه، تمام. التركي ده ب75، الاور ده ب78، وفي ابو 78 ده يا جماعه، والتركي ابو 75 ده في اسعار تانية للكميات. ده الطقم التركيب اللي احنا عاملينه ابو 40 جنيه وعليه عرض ب1000 جنيه، مش عارف 30 قطعه تقريبا ولا 26 قطعه ب1000 جنيه، تقف يقف الطقم كامل بحوالي 38 جنيه. بنطلون اسود بواقي تصدير ده ثابت، والبادي بقى حوالي 10 الوان. ام عمار بتقول لك سوسن هناك، انا فين سوسن؟ اهي يا ستي اطمني عليها، والله العظيم والله العظيم فوق دماغنا، ما تقلقيش عليها، انت عارفه اللي بيجي عندنا ام عمار بيتشال فوق الراس، عشان انا كنت عماله ادور على مكان، فعشان كده هي قلقانه عليكي ان انت
لا موجودة اهي ومنورانا ومشرفانا وفوق دماغنا، ما تقلقيش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنقول بقى الشغل بقى اللي هو الأوروبي ده، تمام؟ ده كده عبارة عن شوية الشورتات دي هايلة جدا، تمام، والشلوتات دي جينز والتونيك دوت، وكل بقى الشغل الكاجوال دي، الموديلات دي كلها بتفاصيلها بقى في صور منفردة على الصفحة. كل شغل ده اتش اند ام وزارة، اغلبه زارة وبيراميدا، كل الاوروبي ده عاملين عليه عرض برضو ب1000 جنيه تاخد 20 قطعة بدون تنقية، تمام كده. ده التيشيرت ابو 20 جنيه اللي هو البنتو، تمام، تيشيرت محترم جدا، واصحاب المصنع دول ناس افاضل، ناس بجد يعني فوق الوصف والخيال. انا ما كنتش عارف ان التيشيرت ده بالجمال ده، اقسم بالله، غير لما خدت واحده شخصي واستخدمتها، بجد حاجه فوق المصنع ده فعلا. مش عايز اذكر اسامي مصانع، بس اي مصنع تسمعوا عليه محترم في الداخلي، بجد المصنع ده ينافسه وينافسه بجداره. يعني مصنع بنته ده بصراحه مصنع جدير بالاحترام، واصحابه والقائمين عليه صراحه ناس افاضل وناس محترمين، وانا اتشرفت بمعرفتهم يعني بجد يعني. الطقم ده بسم الله الرحمن الرحيم الثمانية ب1000 جنيه، يقف الواحد ب125. نسيت اقول لكم حاجة يا جماعة بخصوص الطقم ده، مثلا عليه بادي، لو خدت 8 عليه بادي حريمي بكم هدية، يعني لو خدت الباكج ده عليه بادي حريمي. في حوالي 9 اصناف بس انا مش حافظهم، والورق جوه في المكتب، 9 اصناف من الباكجات اللي احنا عملناها، لو خدت الباكج ده بتاخد بادي حريمي هدية، تمام كده. ومن ناحية تانية الباكج التالت ليك خصم، بمعنى ايه؟ يعني خدت باكج خلاص بالسعر العادي، خدت الباكج التاني بتاني 1000 يعني بالسعر العادي، خدت العرض التالت بقى الباكج رقم 3، هنا بيبقى ليك خصومات غير الهدايا اللي احنا بنقول عليها على 9 عروض. في 9 عروض احنا عاملين عليها هدايا، جميل كده، بس انا صراحه مش فاكرها، لكن اللي عرفنا عارف ان احنا ناس يعني الحمد لله مش بنطمع في حاجه هدينا بها الناس، فانت لما تيجي هتشتري احنا نفسنا هنقول لك خد بالك العرض ده عليه هديه. ده طقم على فكره مش متصور على الصفحه، ده ب 25 جنيه يا جماعه، الطقم ده مش عارف حد واخده، ده ب 25 جنيه، تمام. ده بس مش نازل على الصفحة، تمام، بس متهيألي ان مفيش حاجة تاني المفروض ان هي تتقال في اخر اللايف. هنقول المواعيد من 10 بنقفل الباب 6:15، لازم نكون قافلين وماشيين 6:15 عشان ما نتبهدلش واحنا ماشيين، تمام. الشحن شركة البراق بس هي اللي شغالة، السداد بالدفع مقدم مع كل التقدير لكل الناس، احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، بس عشان التحصيل ما نتبهدلش فيه وشركات الشحن تقفل على الفلوس فانتوا ما يردكوش طبعا كده، فمعلش عذرا. الشحن مقدم، واسهل وسيلة للدفع هي فودافون كاش، يعني عندنا اكتر من رقم فودافون كاش بيتم التحويل عليه، تمام. التواجد جوه المكتب يا ريت ما يزيدش عن 10 ربع ساعه، يعني انا اللايف ده عدى ربع ساعه والناس اللي موجوده زي ما هي، وعباله لك اكررها 3 مرات ومحدش برضه واخد باله ان انا عمال اقول لك ان ربع ساعه، يلا يا جماعه فمعلش يعني احنا بنحاول برضه نحافظ عليكم. لا موجود يا ام عمار، البادي ابو 30 جنيه موجود، وهو ده البادي الهديه اللي على التسع عروض اللي احنا بنقول عليه، تمام. فبس علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ما حدش يزعل يا جماعه لما بيكون المكتب فيه 4-5 افراد، معلش بصوا احنا بنحط حاجز كده عشان ما حدش يدخل، علشان نحافظ عليكم ونحافظ على نفسينا، تمام. فما حدش يزعل لو جه لقى الحاجز ده محطوط، هتنتظرنا بس كده لحد ما اي حد ايه يخرج من اللي منورنا جوه المكتب. بس اي حد عنده سؤال، اي حد عنده استفسار، رقم الواتس موجود فوق في البادي ابو 30 جنيه اللي بكم وكولا. طب لو في صوره علشان بس يكون ردي دقيق على حضرتك ام عمار، ابعتي لي بس صوره ليه، عشان لما اقول موجود او اقول لا مش موجود يبقى كلامي بس مظبوط.
منتظرينكم، تشرفونا. يوم الاحد بس يا جماعه ساعات بنفتح وساعات بنقفل، فيا ريت لو حد هيشرفنا يوم الاحد ياكد بس بمكالمه تليفون. عدا ذلك احنا طول ايام الاسبوع من الساعه 10 لحد الساعه 6. ربنا يعدي الغمه دي على خير ويحفظ الجميع. بالمناسبه بس كده في نهايه اللايف عايز اسال على ناس كده حبايبنا، بس علشان يعني احنا العلاقه اللي ما بيننا وما بينهم اخوه، ولكن لو اتصلت بس ممكن يعني مش عارف. المهم يعني بنسال على الاستاذ وليد قبيسي، بنسال على الاستاذ محمد عرابي، بنسال على الاخت الهام حجي، بنسال على الاخت همسه امل، بنسال على الاخت الورده البيضاء. الناس دي ربنا يطمننا عليكم، مش عايز اذكر بقيه الاسامي عشان ما بقاش نسيت حد. ففين الناس دي عايزين نطمن عليكم، بس ابعتوا لنا اي كومنت ولا اي حاجه بس كده نطمن عليكم ان انتوا اخواتنا حبايبنا. ربنا يحفظكم ويحفظ كل الناس يا رب، ويحفظ مصر ويصلح لها. بقول تاني يا جماعه على فكره، في المكتب كلور، احنا جايبين كذا كرتونه كده، فلو حد عايز كلور مش عارف يلاقيه يعني موجود. موجود بسم الله الرحمن الرحيم كلور بدون قيمه يعني، ده بدون فلوس يعني، هو اصلا بكلام فاضي يعني. فموجود كلور للي عايز كلور. وفي جنبينا حد بيبيع كحول، اللي برضو مش لاقي كحول، 70% ايثيلي خام، ال 50 ملي ب 15 جنيه. فبرضه لو عرفنا نوصل له يعني الكحول 50 مللي ب 15 جنيه عند حد جنب المكتب، كحول خام بس يجيب ازازه معاه لان هو ما عندوش ازايز يعبي فيها، تمام؟ هنوصفه لك هو فين. والكلور عندنا احنا جوه المكتب ده ببلاش، اللي عاوز اهلا وسهلا يشرفنا يعني، تمام؟ وبجدد تاني لصالح احد العملاء المحترمين اللي عندنا في المكتب، اي حد غير قادر والدنيا مش ربنا يعيننا كلنا الدنيا مش حلوه معاه، يجي يشرفنا كسوته وكسوه اولاده على لصالح احد عملاء المكتب المحترمين، يجي يشرفني يسال علينا شخصيا. محمد عماره ابو عمر وبمنتهى الشياكه هيتشال فوق الراس واللي هو عايزه. استاذ محمود معلش نزل الطقم من الاخير على الصفحه. طب ما هو نزل هو بس اهو اهو اهو، من 2 ل 7 ب 25 جنيه، من 2 ل 7 ب 25 جنيه، فاعتبره نزل. بيني وبينك انا ماليش نفس اقسم بالله العظيم يعني، لولا اللايف ده انا طالعه بس كده عشان اقول اجابه للاسئله اللي بنسالها كتير، لكن انا بيني وبينك ماليش نفس اصور. في عندنا اصناف جديده موجوده والله، بس انا ماليش نفس لا اصور ولا انزل، تمام كده؟ فهو عموما اهو استاذ محمود 25 جنيه من 2 ل 7، تمام كده؟ ما طولش عليكم اكتر من كده بقى، ربنا يطمنا عليكم ويصلح حال الجميع وتعدي الغمه دي على خير، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله.